يا مساء الورد على كل اللي بيشوفوني النهارده جولة جديدة جدا جدا للعرايس، ما شاء الله تشكيلة كبيرة جدا من اللانجيري واللبس الداخلي بأسعار تحفة لمتابعين قناة منال جودة. حبايبنا العرايس اللي بتجهز، البنانيت اللي بتحب تدلع نفسها، الفيديو ده جامد جدا جدا وفي تشكيلة كبيرة وكلها موديلات 2022 زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله مستودع اللانجيري موجودين فيه جملة وقطاعي وأسعار خاصة جدا جدا للكميات وتجار الجملة. موجودين فين؟ احنا موجودين في المنصورة، السكة الجديدة أمام ملكة المنصورة بجوار محل هدية. المنصورة شارع سكة جديدة أمام ملكة المنصورة بجوار محل هدية، موجودين عند واتا لللانجيري. رقم التليفون هنسيبه لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت للفيديو للي هيحب يتواصل مع صاحب المكان، 0100-0851-062. هعرض لكم الكارت في نهاية الفيديو، بس أهم حاجة نتابع مع بعض الفيديو للنهاية ولايك وشير للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس على كلمة الكل علشان نوصلكم مني إشعار بالفيديوهات الجديدة دايما. تعالوا بقى نتفرج على الموديلات اللانجيري التحفة دي، ما شاء الله. بصوا يا بنات ايه الدلع ده، دلعي نفسك بقى بسعر قليل جدا جدا ما شاء الله. بصوا وخامات ممتازه كلها. هي الاسعار موجوده ولا كل حاجه عليها سعرها؟ خامات مستورده ما شاء الله، كله شغل مستورد، كله الشغل خامات باور وخامات زبده، خامات شيفون والباور والزبده كلها خامات مستورده، موديلات 2022 موديل السنه دي ما شاء الله، خام عاليه جدا. وجميع اللانجيري اي موديل هنا هيعجبك ان شاء الله، هتلاقي سعره مناسب جدا جدا لاي عروسه بتجهز. بصوا يا بنات 130 جنيه اللانجيري ده، 130 ده، 140 جنيه ما شاء الله، كلها خامات تحفه يا بنات. ده شغل مستورد مش شغل شعبي، الشغل الشعبي احنا عارفين اسعاره، ده شغل مستورد، ده 120 جنيه، جميل جدا. والوانه بقى يعني الموديل موجود بالالوان بتاعته، 135. بصوا يا بنات ما شاء الله، 145 جنيه، وخامة زبدة وشيفون. بصوا ده 150 جنيه. قلت لك عشان انا عرايس احنا 105. بصوا ده 105 والالوان بتاعته موجوده، الموديل اللي موجود وراه على طول الالوان بتاعته، 145 جنيه. بصوا هنا برضو تشكيله ثانيه، 135 قطعتين، 165. The Bluetooth device is connected successfully. السبنات ده 110. بصوا الوانه برده موجوده، بصوا الموديل موجود بالالوان بتاعته، الموديل موجود بالوانه كلها، الاحمر اللبني اسمر البين في الروز، الوانه كلها 135 جنيه. بصوا ده 125، الوانه برده كلها، بصوا هو مقف كده. جربكوا العرض اللي هو بره مفتوح، اللبني والاسمر والاحمر، بصوا ده 110، تايجر في اسمر، ده 105، سعر 105. بصوا الالوان برضو بتاعته موجوده كلها اهي، اللبني والروز والاحمر، الوانه كلها موجوده. بصوا ما شاء الله تشكيل كبير، وعنده البدل الرأس برضو موجودة، هعمل لكم بصوا زوم عليها اهي. بصوا ما شاء الله، بصوا التشكيلة، اسعاره تحفة، اسعار بتبتدي من 110، 105، في 85، في 75، في 165، في 175، زي ما انتوا شفت كده الاسعار. بصوا هنا برضو الحاجات الطويلة دي 165. بصوا ما شاء الله، شفتوا ده، هنا ده بصوا 155 جنيه يا بنات. بصوا ده 220، وفي ده
بصوا وفي اللي هي البدل الرأس برضو موجودة هنا ما شاء الله. في بقى القميص اللي هو البروبو موجود هنا اهو، ده القميص بروبو ب 410، ده 410 دي اللي هي البيجامة الستان 430. بصوا كم صح، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ما شاء الله القطع بتاعتها موجودة اهي. بصوا ده في منها دي كمان القمصان اللي بروبها بقى، بصوا التشكيلة 355، 285، ده 290، وطي يا احمد سنة بعدين ده 290. ده كله ده حاجات سوري اربع قطع، ده شغل سوري اربع قطع، كل حاجات دي ستانات، كل دي ستانات ودول سوري، كل ده شغل مستورد ستان سوري، اسعاره تحفه اربع قطع. عندك البيجامات والعبايات دي صح؟ دي الاولانيه دي صح؟ عندك حاجات ست قطع وعندك حاجات اربع قطع وعندك فستان بدل سواريه قصير وطويل موجود هنا، القصير والطويل، قصير اهو 275 والطويل بتاعه 410. في هنا ما شاء الله تشكيله كبيره زي ما انتم شايفين كده، تشكيله تحفه. اتفرجوا بقى على البدل دي، بصوا جميله جدا ما شاء الله، بصوا تشكيله حلوه. هنروح بقى نتفرج على اللانج اللبس البراهات والامرات ونشوف الاسعار بتاعتها. تعالوا معايا نشوف الموديلات هناك. بصوا الحاجات دي تحفه، بصوا يا بنات هنا البراهات والاندرات موجوده هنا، بصوا ما شاء الله. بصوا يا بنات هنا اللانجيري البراهات والاندرات، اسعار البراهات هنا بتبتدي من 50 جنيه ل 65، اغلى حاجه هنا 65 جنيه، كلها مبطنه كلها شغل مستورد ما شاء الله. 65 جنيه اغلى برا هنا موجوده، اسعارها بتبتدي من 50 جنيه ل 65. التشكيله موجوده قدامكم اهي ما شاء الله، كلها تشكيل مستورد، كله مستورد، هو مفيش هنا اي حاجه شعبي يا بنات. الشغل الشعبي اكيد كلنا عارفينه، ده شغله كله مستورد، خامه ممتازه جدا جدا ومبطن كمان اهو. بصوا حاجه زي دي الطقم على بعضه بكام؟ 75، 75 جنيه الاندر بالبرا بتاع اندر بالبرا 75 جنيه. بصوا الدلع بقى، بصوا التشكيله دي ما شاء الله تشكيله كبيره. بصوا بصوا الحاجات دي 50 جنيه البرا، بصوا دي ما شاء الله 60 جنيه سعرها اهو، 60 جنيه يا بنات ما شاء الله. هنا الاندر 25 جنيه، اي اندر هنا 25 جنيه، قطنيات على فكرة كلها قطنيات، قطنيات اي الماركة اهي يا بنات 25 جنيه، الاندر 25 جنيه ما شاء الله. بصوا الحاجات اللي هي اللانجيري القمصان ده 25 جنيه بس يا بنات، كلها ماركات مستوردة، ده شغل مستورد مش شعبي يا بنات. الشغل ده تحفة بصراحة وحاجة عالية جدا جدا. موجودين هنا العنوان لتاني مرة عند واتا لانجيري، إدارة أحمد بيومي، المنصورة، شارع السكة الجديدة أمام ملكة المنصورة بجوار محل هدية. عنده جميع أنواع اللانجيري واللبس الداخلي من البراهات للأندرات للقمصان، عنده كمان القمصان الشقة. بصوا بصوا الدلع، قميص ده مثلا كام؟ 110، قميص ده 110. تشكيلة تحفة ما شاء الله. بصوا هنا ده القميص بروفو موجود هنا اهو،
يبقى كل دوت. ثم اتفرجنا على حاجه كده من المعروضه دي. كل ده اوبن ما يلاش ما تقلقش. كل ده اوبن سوري ما شاء الله. بصوا ماشي ثلاث قطع واربع قطع بنات اهو. كام سعره كام بقى دوت؟ عامل 225. عندي منه من اول 100 من اول 150 لحد 600 جنيه. من اول 150 لحد 600 جنيه يا بنات. موجود منه الالوان بتاعته والمقاسات، مقاساته موجوده ان شاء الله. تشكيله حلوه والوانها كلها موجوده. موجود منه الابيض والروز والبنك والالوان كلها ما شاء الله موجوده هنا. موجود من اول 150 جنيه ل 200 جنيه زي ما انتوا سمعتوا كده. وعنده كمان القمصان اللونجيري الطويله دي ما شاء الله تشكيله حلوه. كله مستورد يا بنات، الشغل ده كله مستورد زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الطويل والقصير موجود هنا. وعنده كمان بصوا التشكيله دي ما شاء الله. بصوا الاسعار برضو تحفه. 125 جنيه بصوا 125 جنيه وده 130 جنيه. كله شغل مستورد 2022. وطبعا هيبقى في خصومات خاصه جدا للعرايس وتجار الجمله واصحاب المحلات المتابعين قناه منال جوده. تمام. العنوان لتاني مره لاخر مره معانا في الفيديو اهو، ده كارت الفيديو، كارت المحل والتلانجيري اداره احمد بيومي المنصوره، السكه الجديده امام ملكه المنصوره بجوار محل هديه. 0100851062. دي كانت جولتنا النهارده لحبايبنا العرايس الجمال اللي حابين يدلعوا نفسهم وباسعار مناسبه جدا جدا وخصومات خاصه لمتابعين قناه منال جوده. اتمنى تكون الجوله عجبتكم. لو عجبتكم الجوله لايك وشير، اشتراك في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم مني اشعار بالفيديوهات الجديده دايما. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.